تعتبر شندي واحدة من أهم المدن الواقعة في شمال السودان، من حيث موقعها الرابط بين شمال وشرق السودان بالعاصمة في الوسط، وقربها من التجمعات الحضرية، ومن حيث تاريخها التجاري والسياسي القديم والمعاصر. جامعة شندي، هذه المنارة السامقة والصرح الشامخ، شجرة طيبة قرستها ثورة التعليم العالي في عام 94 و900 و1000 في محليتي شندي والمتمة. تمتد فروع الجامعة في السماء قيما وبذلا وعطاء، وتقوس وصولها في بحور العلم المتجذر في الولاية، فتهب السودان نورا ورفعة وريادة. وللجامعة عدة أهداف تنطلق منها لتقديم رسالتها والاطلاع بدورها كاملا في خدمة المجتمع. ومن هذه الأهداف تأكيد هوية الأمة وتأصيلها من خلال المناهج التي تقرها الجامعة وتطبقها، إجراء البحوث العلمية والتطبيقية المرتبطة بحاجة المجتمع المختلفة والمتجددة في سبيل خدمته والارتقاء به، الاهتمام بقضايا التنمية البشرية والفكرية والقيم التربوية الفاضلة، الاهتمام بالبيئة السودانية عامة وبيئة ولاية نهر النيل على وجه الخصوص، بتأهيل الكادر البشري القادر على ترقيتها بالوعي الكامل والذخيرة العلمية التي يمكن تسخيرها لحل قضايا البيئة بالولاية، ابتكار التقنية وتوظيفها لخدمة المجتمع السوداني بمد جسور التواصل مع رصفاتها من الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بالبلاد وخارجها، التفاعل مع قضايا ومشكلات إنسان الريف بالاحتراف بموهبته ومعرفته وخبرته، والعمل جنبا إلى جنب معه لتطويرها وفق حاجته وقيمه. وتؤتي شجرة الجامعة أكلها من ثمار كلياتها، مجتمعة وشاملة العديد من التخصصات المتمثلة في كلية الطب، كلية التمريض العالي، كلية علوم المختبرات الطبية، كلية الصحة العامة، كلية القانون، كلية التربية، كلية الآداب، كلية تنمية المجتمع، كلية الاقتصاد والتجارة وإدارة الأعمال،
كلية العلوم والتغانى، كلية السياحة والآثار، كلية الحاسوب وتقنية المعلومات، كلية المجتمع، كلية الدراسات العليا. وللجامعة رؤية ثاقبة وراسخة لتحقيق أهدافها في أن تكون الجامعة الرائدة في خدمة المجتمع من خلال التفرد والتميز في البرامج العلمية والبحثية، وذلك من خلال التميز في التعليم والبحث العلمي المتصل بقضايا وتأهيل وإعداد القوى البشرية للمساهمة في معالجة المشكلات في مختلف المجالات والمستويات المحلية والولائية، ببناء الشراكات المجتمعية لتحقيق الأهداف المرجوة من رسالة الجامعة. ولتحقيق ثمرات هذه الرسالة السامية، اخططت الجامعة لنفسها نهجا ظل إرثا منذ نشاتها لم تحيد عنه، يتمثل في عدة مرتكزات أهمها الجودة والتميز والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق العدالة بانتهاج الأمانة والشفافية والابتكار والإبداع بالتدريب المستمر، حتى تكون الجامعة قبلة للعلم ومنارة للتعليم في السودان يشار إليها بالبنان بين رصفاتها من الجامعات الأخرى.